أوضح الدكتور نزار محمد باهبري استشاري الأمراض المعدية مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية خلال مداخلة عبر السكايب في برنامج بكم نعود، أوضح أهمية الحصول على التطعيم خاصة بعد تجربته الشخصية بالإصابة بفيروس كورونا. وكل الناس اللي يقولوا أنت ليش يعني كذا مرة تحاول تأكد على التطعيم علشان التجربة اللي عشتها كانت حقيقة جداً صعبة، لما أنت تصحى وتحاول بس تكون أكبر أمنياتك إنك أنت توصل 1 متر مشي من السرير إلى الحمام بدون أكسجين. من أصعب الأمراض اللي يمر بها الإنسان، الله يكتب لهم الأجر، صعوبة النفس. فلما أنت تكون عايش بمرض يسبب جلطة في الرئة أو يسبب صعوبة في النفس ويخليك تعاني طوال اليوم والساعة، وانت تحاول تاخذ النفس وما هو راضي يدخل النفس، صعب جدا هذا المرض. الكورونا مرض ما هو سهل. فبالتالي إذا كانت التطعيمات تحمي من كل هذه المضاعفات، يكون من أعظم الأشياء اللي يمكن انك تسويها كطبيب وكمريض هي توعية الناس ونصحهم. وانا اللي أطلب، مو مني انا بس كمريض، أطلب من كل شخص الآن بيشوفني في الشاشة، إنه إذا كان مر بفترة مرض ينصح كل من حوله اللي قاعدين يقولوا الكورونا مرض سهل، ما يبغى لنا نكبر الموضوع عليه، الكورونا مؤامرة، ما يعرف الإحساس اللي مر به المريض. والله حتى الأشخاص اللي فقدوا حاسة التذوق والشم وجلسوا لعدة أشهر يقول لك قديش عذاب حياتهم. أفتكروا إنه التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم بإذن الله يحمي من كل هذه المضاعفات. فترة جدا جدا كانت صعبة، أسأل الله العظيم له الحمد الكثير إني خرجت منها.